الصنعه وضعت في مكان ما. قنبله بيذهب ضحيتها شخص على الاقل. نعم، في كل مره، لان رساله الكراهيه بيذهب ضحيتها كل يوم في هذا المجتمع مئات الاشخاص والاف الاشخاص، احيانا بعضهم براء بيذهبوا نتيجه لهذه الرسائل الكراهيه التي تحض المصريين على المصريين. وانا ارى ان هذه مسؤوليه القياده السياسيه ومسؤوليه النخب ومسؤوليه الاعلام. علينا ان نخرج برؤيه سياسيه للخروج من المازق اللي احنا فيه. فاحنا النهارده لما بنتكلم رؤيه سياسيه، هل يعني هل الدوله وحدها هي المسؤوله انها تطورها، الدوله والنخب ولا مفترض حضراتكم جزء من هذه النخب؟ نعم. باعتباركم باعتباركم سياسيين. نعم. وباعتباركم احزاب. نعم. مفترض ان يكون في صياغه لرؤيه سياسيه. هل قدم حد رؤية سياسية واضحة متماسكة متكاملة المعالم للخروج من المرحلة دي، ولا المسألة هي عدم أو رفض ما هو كائن فقط؟ لا، يعني لكي نكون منصفين، لو قرأت خطابنا، وأنا لا أريد أن نزعم ادعاء أو احتكار الحقيقة، إلا أننا بالفعل أنا يوم 2 يوليو بعد 30 يونيو مباشرة كان لي مقال في الأهرام بقول فيه لا تعاملوا الأخوان المسلمين كجيش منهزم، ولابد أن يكون هناك خيط ممدود لشد المعتدلين. القيادات السياسية أخطأت لهذه الجماعة، لكن لابد أن يكون هناك منهج للتعامل مع هؤلاء الناس. الناس دي عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من مواطنين اللي عايشين معانا. قيادتهم أخطأت، هل يعني ذلك أننا يجب أن يعني نقطع كل صلة بهؤلاء من أبناء وطننا اللي هم أخطأت؟ يعني نفترض أن القيادة الحالية ارتكبت بعض أخطاء، هل يعني ذلك ان كل من يؤيد القياده السياسيه هل التيار الشعبي قادر ان هو يقول هذا الخطاب دون ان يكون هناك انتقادات شعبيه؟ هناك الشارع، هل ده خطاب مقبول في الشارع؟ هناك ثمن سياسي بندفعه يا منى نتيجه اننا لا نجد المعونه الكافيه من جهاز اعلامي ناضج. وانا اسف اني بقول الكلام ده لان كلهم اصدقاء وكلهم زملاء، لكن المشكله ان احنا مش قادرين ان الرساله دي ناخدها مع بعض. لما بيتكلم الرئيس عن تغيير الخطاب الديني، أنا أظن، ولما بيتكلم عن أيضا ملاحظاته على الخطاب الإعلامي، هو لم يقصد، وإذا كان يقصد تبقى مشكلة، هو لم يقصد أن يتحول الخطاب الإعلامي إلى إعلام تعبوي، إلى إعلام بنسمع طول الليل والنهار دق طبول وأغاني حربية. أنا من جيل عاش حرب الاستنزاف وشاركت في 73، كنا بنسمع أغاني حب وبنتفرج على أفلام حب وننزل نتفرج على مسرح. بما إن حضرتك من هذا الجيل، الكلام ده مش موجود. بما إن حضرتك من هذا الجيل، ألسنا في حرب استنزاف؟ لما كل يوم نلاقي استهداف لمحولات الكهرباء، لما كل يوم نلاقي استهداف لشركات وأماكن آمنة، لما عامل زبالة عامل نظافة يلقى حتفه لأنه هو كان بيحاول يطفي المراية، دي مش حرب استنزاف حقيقي. نحن في نوع من الحروب، ولكن لا تبدو واضحة لدينا على الأقل، أو لدي أنا على الأقل، أن هناك استراتيجية واضحة للمواجهة سوى إطلاق النار فقط، سوى الحل الأمني وفقط. وهذا من خبرتي وخدمتي في بلاد مرت بظروف مشابهة زي أمريكا اللاتينية، أنا شايف أن دي أسوأ ريسيبي، أسوأ صيغة ممكن أنها تقدم لصانع القرار عشان يتعامل بها مع هذه الظاهرة سواء إجرامية أو إرهابية. لابد أن تكون هناك خطط تنمية واضحة وتكون رسالة واضحة. لما بنتكلم عن مليون فدان ولاقي تقرير زي اللي كنت حضرتك بتزعمي شوية أن شوية مزارعين نجح الأرض لمن يزرعها، الناس دي زرع